يقول السائل: ما هو حكم قراءة الفاتحة للمأمومين في الصلوات الجهرية، حيث أن بعض الأئمة لا يتركون فاصل بين قراءتهم للفاتحة وشروعهم في الصورة التي تليها؟ قراءة الفاتحة واجبة، ولكن إذا لم يستطع المأموم قراءتها أو فاتت عليه فإنها تسقط عنه، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه ويكون مدركا للركعة ولو لم يقرأ الفاتحة، لأنه فات محلها. قد جاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع معه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة. وكذلك لو كان ما يتمكن من قراءتها والإمام يجهر، لأنه ما يمكن الإنسان يقرأ والإمام يقرأ، ما يتمكن، فإذا شرع الإمام بالجهر يقرأ جهر بالقراءة، فالواجب على المأموم الإنصات. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة، أمرنا الله جل وعلا إذا جهر الإمام القراءة أننا ننصت ونستمع لقراءة الإمام، وتسقط عن المأموم في هذه الحالة، لأنه لا يمكن أن يقرأ الإنسان وإمامه يقرأ. أما إذا كانت الصلاة جهرية أو كان الإمام سكت سكوتا يمكن المأموم أن يقرأ، فإنه يقرأ الفاتحة.